تاكسي دوارة من حارة لحارة، كل يوم قصة عن بلدنا وأسرارها. يوميات أبو عبدو كل يوم على صدى اف ام، استنونا يوب. تاكسي وين طالع بنت أخوي؟ عالجميلية عمون بعد إذنك. اطلعي بنت أختي اطلعي. افتح لي هالباب ورا ساعدني حط هالكرتونة زكاتك. يا الله هي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين سهلين بنت أخوي. يا عيني إشو كني استلمتي المعونة؟ اي والله، وأخيرا استلمنا هالكنز. كنز قلتيلي؟ اي والله يا عمو، هقد ما عم نروح ومنجي، على إلك اسم هالشهر ومالك اسم، ولازم جوزك اللي يستلم وما بيصير انتي، ورجعي شهر اللي جاي ومدري إشو. لك صرنا نشوف هالكرتونة كنز، الله وكيلك كنز. اي والله يا بنت أخوي، ناس بتاخد معونات كل شهر وكل وقت، ونحن المعطرين انه قمر مطلع ناخده. شلون يعني لك عمو؟ هنن عم يوزعوا بس انه بقطشوا لهم كم شهر. لك في عالم والله، شوف عيني هو مو قيل عن قول، مثل فرض الصلاة ما بصير انقطع دوره. هو والله نحن عأكتر مع عمال بيتمقطعوا فينا، وصلت معه جوزي ما بقى يخليني روق استلمه. لك والمشكلة انه هو متصوب برجله، لك ما بيقدر ينزل. الله يشفي لك يا جاهل حبيب، لو اشو بقولوا لك المعونة لجميع المحتاجين. لك والله المحتاجين ما عمال يشوفوها قد ما عم يشوفوها معارف ولا جماعة الجمعيات. كما كل هالقد لك يا عمو، إيه انا بعرف انه المعونة للمهجرين والمتضررين بس. لك انا متضررين؟ لك بنت اخوي كوجاري قرايبه مدير جمعية، الله وكيلك لا طلع من بيته ولا نزح، وشغله ماشي مثل ليرة الذهب، كل شهر بروح بستلم فرشة وحرام وأكل وشرب وخلافه. أوف 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 أوف. كل شهر؟ إيش عم يعمل بهالفرشات؟ طب يلي عمال يسلموا ياهن ما بيعرف إنه هذا استلم فرش من قبل؟ يعني لو كان محتاج معقول يكون عم ينام مع 20 فرشة؟ لك أنا عم نام عليهم بنت أخوي، عمال يروح يبيعن على الحيرة، بس ما وزعوا شغلة مو لازمتهن، ما بقولوا ما لازمتنا، خلي غيرنا ينتفع منا. لا مناخدها ومنروم نبيعها، وإيش بقول لك غيري ما هو أحسن مني. إيش هالحكي هذا؟ عم يبيعها؟ إيه لك بنت أخوي، إيه إيش أجنبية أنت كني؟ إيه صار في ألف مين شغلته وعملته واختصاصه يشتري شغلات المعونة. بس والله مثل ما عمال أسمع إنه لسه في جمعيات سمعتهم منيحة وعم يشتغلوا بقلبه رب وقلبه الله الله وعم يوزعوا بعدل. إيه لك يا بنت أخوي، إيه لك، لسه في عنا ناس قلبه لالله مو لقرايبينا، لولا هيك لكان الفقير مات من الجوع. ايه ايه الله يفرج احسن الشي. امين يا رب امين. ايه نزلني عندك هون زكاتك. ايه تفضلي يا عيني تفضلي. اللي عمو قديش بتأمر؟ 250 ورقة. هيك عبجي كل مرة ب 200 ليرة. هيك يا الله يرضى. الله يسلمك. يوميات ابو عبدو كل يوم على صدى اف ام. ايشو لك ابن اخوي؟ ايشو لك انا تموين؟ وين طالع ابوي؟ عبستان القصر. ايشو على العزيزية بدي اروح. لا ايشو لك ابن اختي؟ بتعرف الدوار الاول بالاشرفية؟ ايه والله يا ابوي. يا روحي